صباح الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. يعني أنا كنت عايز، مش عارف، أنا وش اللي جه رجع تاني، ما علينا. أتمنى لكم يوم سعيد. والله واضح إن إيه الموبايل مش عارف بقى خارج من العيد فواكل لحمة كتير. طبعا بعمل إطلالة جميلة مسائية، برضو رجعت تاني، بعمل إطلالة. خلاص أنا اللي أتكلم بقى، مش مشكلة، أهو رجع تاني، ما علينا ما علينا. بعمل إطلالة جميلة مسائية من المتحف المصري بالقاهرة. طبعا يعني أجمل بيت آثار موجود في الشرق الأوسط، من أجمل بيوت الآثار اللي موجودة في العالم بلا أدنى مبالغة. يعني بيحتوي على أجمل مجموعة من أجمل الآثار اللي موجودة في العالم، وعلى حسب يعني معلوماتي المتواضعة إن غالبية الآثار الجميلة دي هتنقل المتحف The Grand Egyptian Museum، أو المتحف المصري الكبير اللي بيتعمل إن شاء الله جنب الأهرامات، واللي هيتم افتتاحه على حسب معلوماتي المتواضعة في شهر 11 الجاي في قمة المناخ، أو أثناء فعاليات قمة المناخ. ولكن هذا المتحف الجميل، بيت الآثار الجميل اللي تم وضع حجر الأساس ليه سنة 1897، وتم افتتاحه 1902 في عهد الخديوي عباس حلمي، يعني حقيقة هو فخر لكل مصري ومصرية. وتقريبا يعني ما فيش سائح أو محب للزيارات أو عمل يعني المغامرات ما جاش المتحف المصري ده. وطبعا يعني من أعظم القطع الأثرية اللي موجودة فيه طبعا يعني مينا، صلاية مينا، تمثال خفرع، راح حتب ونفرت وحاجات كتير جدا. لكن يأتي يعني على أعظم أو من أعظم أو يعني يتوج كل هذه المجموعة الأثرية العظيمة، طبعا المجموعة الذهبية الخالدة للملك العظيم الملك الشاب توت عنخ آمون، اللي أنا واقف اوريدي في يعني المكان اللي هو بيعرض التماثيل الخاصة بتوت عنخ آمون، هذا الملك الشاب العظيم اللي مقبرته يعني تم اكتشافها على يد السيد هاورد كارتر، وهو يعني عالم الآثار الإنجليزي سنة 1922 في وادي يعني الملوك. ويعني هي المقبرة الوحيدة اللي وجدت كاملة بمحتوياتها، ويعني كانت مقبرة صغيرة وهي أصغر المقابر. فلك أن تتخيل يعني المقابر التانية اللي كانت في وادي الملوك ولا الأهرامات يعني كان فيها كنوز عاملة إزاي، وربنا يسامح بقى لخدهم. يعني أنا حبيت أعمل الإطلالة الجميلة دي عليكم في هذا اليوم الجميل، يوم الجمعة، جمعة مباركة على كل المتابعين. حبيت أعمل الإطلالة الجميلة دي من بيت الآثار المصري، أشهر بيت آثار مصري وأشهر بيت آثار في الشرق الأوسط، وبيت آثار يعني ليه سمعته الدولية العظيمة، هو المتحف المصري بالقاهرة أو بميدان التحرير. طاب مساءكم بكل خير وشكرا لكم.